السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي الأعزاء، مرحبا بكم من جديد على قناتكم وقناتنا أنوار برو. أصدقائي ديالي في هذا الفيديو الجديد غادي نشوفوا ملخص مباراة فريق الرجاء العالمي اليوم لزلزل سيمبا التنزاني في البلاد ديالهم في دار السلام بثلاثة مقابل لا شيء. فريق الرجاء البيضاوي اليوم قدم مباراة ولا في الأحلام، وكتشوف التيكي تاكا اللي ولات كدير الرجاء. أنا بعدا أنا منبهر صراحة بهذا الأداء اللي ولا كيقدمه فريق الرجاء، اللي كنحييهم صراحة من القلب ديالي، خصوصا الهدف الأول الصاروخية اللي سجلوها ما شاء الله وتبارك الله. أصدقائي ديالي فيديو رائع جدا يستحق المشاهدة، كل ما كنطلب من الأشقاء ديالي وخوتي الأعزاز هو اللي ما مشتركش في القناة يشترك وشجعونا بلايك، اللايك ديالكم كيخلي الفيديو يتبارطاجا في جميع انحاء العالم. اصدقائي ديالي ما غاديش نطول عليكم، غادي نخليكم نتوما تشوفوا حكموا وديروا بالكم واحد المعلومه. هذا فريق سيمبا هذا ما عرفتش شحال من مباراه ما انهزمش في الملعب ديالو، حتى جا فريق الرجاء وملي ضربوه ضربه قاضيه. اصدقائي ديالي ما غاديش نطول عليكم، غادي نشوفوا الفيديو ونتلاقاو في النهايه ديالو. شكرا مهند الجاري، تحية طيبة مشاهدينا الكرام متابعينا في كل مكان عبر قنوات بي ان سبورتس. ويتواصل مشوار دوري ابطال افريقيا الشامبيونز ليج لموسم 2022-2023 هنا دار السلام، هنا تنزانيا، هنا الملعب الكبير في العاصمة تنزانيا مكابا بنجامان امام حضور جماهيري كبير، ربما الرقم يصل الى 50,000 متفرج، كذلك المئات من أنصار فريق الرجاء الرياضي، حتى لا أكون مبالغا العشرات من أنصار فريق الرجاء الرياضي الذين حضروا كذلك لمؤازرة الأخضر العالمي في المشوار الإفريقي بحثا عن التاج الذي غاب عن خزانة الأخضر منذ 99 مدة زنفس على الألقاب، بينما كرة تصل على الجهة اليسرى تغطية الدفاع لاعب سنغالي وبوركينابي، هذه الأسماء الأجنبية التي هنا لازم الحذر من التسديد من خارج منطقة الجزاء، لأن عندهم يكون المشوار بعد ذلك سهلا يسيرا نحو دوري الربع اليمنى. حمزة خاب مر، حمزة خاب في ركني، بعض اللاعبين مميزين كذلك في التسديد، هذه صعبة لتنفيذ هذه الركنية، مرفوع الكرة في القائم الأول لازالت راجرية الهبطي في تنفيذ هذه الركنية الرأسية عالمي، هذه الإعادة مرة أخرى الرأسية بالفعل كانت التحضير ممتاز، التسديد بعد ذلك والكرة مرة أولا زكريا الهبطي حتى الكرة والتسديد بعد ذلك السنوات القادمة لما لا، هنا العرضية حركس بعد ذلك لفريق الرجاء الرياضي في منافسات الشامبيونز ليج. الكرة اليمنى في اللقطة الماضية لا أعتقد فيها تسلل، لا أعد في هذه اللحظات كرة مرفوعة عندك يا أنس، سالة سالة لأنس الجهة اليسرى محاولة المرور، عندك الآن مراقبة العرضية الطرف الأيمن، عندك يا زكريا، عندك يا زكريا، حمزة خابة هل في انتصارات للأندية المغربية، الكرة العرضية التغطية الدفاعية 2013 ولسعد جردة نعم لقب الكونفدرالية الدقائق الأولى، عندك الكرة الآن يا يسري، يسري بوزوق يوريقي سيما تنزاني، عندك التغطية يا اسم الفيدي مباراة زكريا الهبطي المتابعة، جول 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 كعازي ساكو ما يمرش ممتاز الأيمن عسيلة من كابومبي سهلة بعد ذلك إضافة إلى كأس الكونفدرالية الإفريقية ما تبقى دوري على لقب الدوري، بينما العرضية وأناس فيها في وضعية التسلل، هذه كرة أمامية في من يتنافس حاليا في الدوري المحلي يونغ افريكانز بالممر، هذه صعبه هذه صعبه لحسن الحظ ان باكا مرفوع الكره الراسيه بعد ذلك المرور فيها توغل بعد ذلك فيها تمريره لا فاتك يا زكريا يا الهبطي وضربة مرمى الهبطي يسعد لي التنفيذ الهبطي من يتابع فقط، هناك استلام عن طريق لاعب ساوادوغو يرسل في العمق، هنا الكرة يعني مع مرور الوقت يجيك إحساس بأن الراجل نبحث عن الفرجة نبحث عن المستويات، بينما كرة كبير معقولة تساعد على تقديم أداء أن هنا التمرير في العمق ولكن بعيدة على زكريا الهبطي، عموما كرة وصلت على الجهة اليسرى التقدم بهذا الشكل من المحل اليسري بوزوك يسري عندك الجول سددها ضربها كما جاءت لكن بعيدة تماما، هو بحال الغيني نادي حورية فريق أمامنا يعني شرف كبير شرف ويستاهل يستاهل، هنا كرة الأمامية هنا اللمسة بالكعب الارتداد سرعة في الارتداد سدد سدد الجول
كبير، عالمي كبير، عالمي كبير. حمزة خابة، هدف عالمي للعالمي، هدف عالمي للفريق العالمي. 1-0 للرجاء، هدف ولا في الخيال، هدف ولا في الأحلام، هدف نعم لا تشاهد إلا مع الكبار. وحمزة خابة أعلن أنه من الكبار. هكذا الكل كان يخشى الرجاء، وهنا الدفاع. يا ما أتحفنا وأبدع في أهداف غاية في الروعة على الصعيد الكرام. هذه الإعادة مرة أخرى، يتكاتف من أجل مصلحة الفريق وسمعة الفريق. الرجاء حاضر، جمهور الخضرة حاضر. سوادوغو لكابومبي، لكن سال بعد ذلك لي هو مطلوب وما يتمناه جمهور الرجاء الرياضي، لأنه منتصف الميدان. كابومبي، كابومبي بالكعب. يلا يسري، يلا يسري، يلا يسري، راوغ يسري، دخل يسري، ركلة جزاء. يسري بوزوك، يسري بوزوك. أوه، في تدخل، في مساحات، في تفكك واضح في دفاع نادي سيمبا، لأنه لاحظتم كلكم في هذه الجولة الأولى بأن الرجاء يوصل. أيسر حسين، حسين سيرفع الكرة بالرأس، التغطية يجب داخل منطقة الجزاء، مرفوع الكرة، وأنس الزنيتي في دون نقص عددي. هنا تمشي من أنس الزنيتي، أنس ينقلها في الجهة اليمنى، هنا العرضية والرأسية بعد، يبحثون عن الانسلال واختراق الدفاع، لكن ممتاز بطولة، وبالتالي يبحث عن ردة الفعل. لذلك سننتظر الرجاء الرياضي التحضير، ولكن خروج حارس المرمى بعد الحالات التحكيمية اليوم التي لم تكن موفقة من الحكم. وقف هجمة مرتدة، الحكم وقف هجمة، ويتقدم 1-2 سريع اللعب السنغالي. العرضية دي صعب حد أن الكرة لمست المدافع. شوف الإعادة، لمس القائم الثاني، لازم اللاعب يراقب هذا الاسم. ها هو ساكو الآن التي سيتركها في الخلف، هذا الأمر مهم جدا. الراجع يجب الناهيري في أسماء أخرى مشاهدي الكرام، خاصة في سليمان حسين، حسين البينية، ولكن هنا ممتاز بن تايك، يصعد بن تايك، العرضية الرأسية ممكن، يمرر كرة في العمق، هذه ممتازة، لكن يخرج حارس المرمى بعد من طرف اللاعب يسري. من جديد تترك، لازم يكون حاضر في عملية تمرير الكرة. سيلم الكرة من حسين، حسين نقلة في منتصف الميدان، الأرضي بخارج القدم، محاولة خروج حارس لحارسي على مرمى مانولا، يمرر كرة بحث في الجهة اليمنى، الكرة في العمق، لكن رايا اسماعيل الجزاء الثانية لم يتم الإعلان عنها. الكرة الأمامية البينية، وسدد الكرة، والثاني جول، الثاني جول. بن تايك، بن تايك ماذا تفعل يا بن تايك؟ وبر البداوي، او جاوب الاعاده، هذه الاعاده، ولكن اعطي ليو بعيد الخطوره، تلعب هذه الركنيه الراسيه بعد ذلك. سنشاهد هنا 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 ربما من زاويه احيانا تغير النتيجه، لكن في نهايه المطاف انت لما نحن الافضل، ونحن بامكاننا ان نحسم المباراه. عوده كل لاعبي الرجاء داخل منطقه الجزاء. زنيتي، برافو زنيتي، غير معقول. الكرة الأمامية، أنس زي يلعبها في العمق، ممتاز الكنترول، هي 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 جول، هي جول، هي جول، هي القاضية، 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 القاضية الرجاوية، القاضية الرجاوية، أنت كل شيء. الرجاء يسير نحو الانتصار الثاني على التوالي. إسماعيل المقدم يتقدم، وجول القاضية، نعم، من اسماعيل المقدم، 3-0. أن تفوز في تنزانيا وأمام سيمبا الرهيب، وأمام 55,000 متفرج. أصدقائي ديالي، إخوتي الأعزاز، كنتمنى تكونوا استمتعتوا معنا بهذا الفيديو، كنتمنى تعطيوني الآراء ديالكم من خلال التعليقات. الناس اللي مازال ما داروش لينا لايك، كنتمنى من الصميم ديال القلب ديالي تبركوا على ذاك اللايك، باش الفيديو هذا يوصل لجميع المغاربة في جميع أنحاء العالم. وما كراشكمش اللي ما مشتركنش في القناة، تشتركوا في القناة وتفعلوا الزر ديال الجرس باش توصلوا دائما بالجديد ديالنا. إن شاء الله ولي في راسكم بزاف، موعدنا في فيديو قادم. كيف العادة كان معكم خوكم أنوار من قناتكم وقناتنا أنوار برو. إن شاء الله ولي في راسكم، السلام عليكم.